السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. لدي مسألتان. سل. بس قبل ما أسأل أستأذنك لو تقول سل يا الحبيب. نعم. قل سل يا الحبيب. سل يا الحبيب. بارك الله فيك يا شيخ. حياكم حياكم. تفضل. شخص كان يعمل في محل الأدوات المنزلية، وعمل مع صاحب المحل وكان يعامله معاملة وحشة وكلام بذيء والكلام ده، ولما جه يمشي من عنده كان ليه يومين شغل أو ثلاثة أيام، فلما جه يمشي صاحب الشغل ما رضيش يديهم له ثلاثة أيام. تمام؟ تمام. الشاب ده سرق المحل. سرق سرقة كبيرة أو توازي أجرة الثلاثة أيام؟ تقريبا توازن أجرة 3 أيام. إن كان له حق يقيني وأخذ قيمة الحق بلا زيادة جاز، وإن السرقة زادت يرجع الزيادة. طبعا.